ايه ده يا بلال؟ هو الكلام اللي انت كاتبه ده فعلا في العنوان ده صح ولا لا؟ عايز اقولكوا ان فعلا الكلام ده من الواضح ان هو صح، وبسبب السكرين شوت اللي انتوا هتشوفوها معايا في مقطع النهارده. وانا مش بعمل مقاطع في سكام الا لما بتكون فعلا مقاطع جدا جدا مهمه. الناس هتيجي تقول لي تحت في الكومنتات مش كنت من يومين متضايق وهتعتزل اليوتيوب وكل ده؟ انا ما اعرفش بصراحه هو ايه اللي استجد او ايه الحاجه الغريبه اللي حصلت. في الاوقات اللي فاتت دي كلها كنت بحاول ان انا اكلم سونسون على الديسكورد، ولكن هو ما فيش اي رد منه خالص، وزي ما قلت لكم يعتبر مش هو اللي بيعمل الحاجات دي حرفيا من دماغه. سونسون محركه رئيس العصابه اللي هو الشخصيه المجهوله اللي انا لحد دلوقتي معرفش هو مين، وهي دي السكرين شوت اللي حرفيا هتغير مسار التحقيقات بتاعتي كلها. انا معرفش بصراحه هل فعلا حسابي في الديسكورد هيرجع، يعني او اسف اللي هو السيرفر بتاعي هيرجع فعلا وهدخل اقدر اقعد معاكم عادي، وهل فعلا حسابي الاصلي بجيمنج 707 هيرجع؟ كل ده نعرفه، ولكن معرفش اعرفه امتى. انا شخصيا مش عارف اعرفه امتى. زي ما انتم شايفين الكلام ده يعني كاتبه لي سونسون، ايوه بالظبط كده، وبيقول لي لينا كلام بالليل بخصوص استرجاع السيرفر، يوصل النهارده بالليل يعني، والحسابات وحل الموضوع اللي بينا. مرحب بالفكره، حسابك الجديد محتاج يتامن ضروري الوقت ده علشان عليه هجوم من العصابه مؤقتا. من الواضح اللي هو يعني حتى الناس اللي مش عارفه، يعني في ناس ممكن تشك ايوه ان ده حساب سونسون ولا لا، فعلا ده حساب سونسون. خش دلوقتي حالا ادخل في الديسكورد هتلاقيه عامل اللي هو كلوزد او اللي هو قافل الحساب، وعامل اللي هو متخفي. معرفش هو بيختفي من مين، هل بيختفي مني، هل بيختفي من ابطال، هل بيختفي من رئيس العصابه، في حد بيراقبه؟ انا ما اعرفش اي حاجه، وما اعرفش حرفيا اي حاجه في حياته الفتره دي خالص. ولكن انا كنت اخر حاجه قايل لكم عليها ان انتوا تشتغلوا يعتبر زي اللي هو شبه الجواسيس او حاجه شبه كده، تدخلوا في السيرفر بتاعي وتبعتوه لي، وانتوا ما اثرتوش خالص في الموضوع ده. ولكن اللي حصل النهارده ان هو زي ما انتم شايفين بعت لي رساله بالكلام ده، ان هو عايز يكلمني النهارده بالليل بخصوص موضوع استرجاع السيرفر والحسابات، وانه يحل المشكله اللي ما بيننا. فانا مش عارف هل فعلا ارحب بالفكره دي ولا لا. وكمان بينصحني بيقول لي ان حسابك الجديد اللي هو يقصد ايبي جيمنج 707 بيتا، اللي انا يعتبر ده الوحيد اللي بلعب من عليه وبصور وبعمل حاجات كتير، فبيقول لي انك لازم تامنه بزياده. طبعا انا عملت الحساب على طول كده، امنته شويه صغيرين، يعني حطيت جيميل او حاجه بسيطه، لكن ما حطيتش فيه اي حاجه تانية خالص حرفيا. فانا مش عارف بصراحه ايه اللي ممكن يحصل. هل فعلا حسابي الاصلي ايبي جيمنج 707 اللي انا بقالي بجد بجد داخل على اكتر من شهر يا جماعه مش بفتح حسابي الاصلي، وفي كومنتات بتقول ان قال ايه ان حساب ايبي جيمنج 707 او قصدي ماب ايبي جيمنج اند 2 يعني سونسون قفلها. انا مش عارف الكلام ده بجد ولا ايه، ولكن زي ما انتم شايفين الماب دلوقتي في ناس، ايوه في ناس فيها، يعني هي كان ماب شغاله ماشي. يبقى الكومنت ده مش حقيقي، حرفيا الكومنت ده مش حقيقي. انا بعد كده مش هسمع كلام الكومنتات، لان اللي حصل المقطع اللي فات انا بجد بجد بتاسف جدا جدا ليك يا ميجو، اسف يا ميجو 9 على اللي انا اتهمتك انك سرقت دروعي. طبعا الناس هتيجي تقول لي فين الدروع، طيب ماشي قول له بقى رجع الدروع، قول لسونسون بقى رجع. انا ما اعرفش والله، انا لسه قاعد بفكر دلوقتي في المقطع، هل انا اتكلم معاه عادي وارحب بالفكره؟ هتيجي تقول لي يا بلال انت لاقي حاجه تعملها غير كده؟ ما بلال اللي تعمل كده، انا فكرت في كده، ولكن هل فعلا انا في يعني حاجه مستنيش، يعني حاجه مستنياني مرعبه جدا، حاجه متعلقه برئيس العصابه وكده؟ انا مش عارف، ولكن انا بتاسف جدا جدا لميجو 9 ان انا يعني اتكلمت بالاسلوب ده في المقطع اللي فات اللي انا شكيت فيه كاميجو، وقعدت اقول للناس ان انت اللي خدت الدروع، وعامل كمان تحقيق على الموضوع ده. انا بقول لكم ما كنتش في وعي، انا كنت خلاص مش عارف اعمل حاجه. بقول لكم الفيديو اللي قبليه كنت هعتزل اليوتيوب، كنت طالع بعيط ومتضايق قوي حرفيا ومش عارف اعمل ايه. فزي ما انتم شايفين انا قدام، يعني قدام الابطال كلهم، قدام ال 2 مليون و 600 الف مشترك حرفيا، قدام المليون مشترك بتوع ميجو، قدام حساب ميجو وانا بالفيس كام وبقول لميجو انا اسف حقك عليا، ما اقصدش اللي انا اقوله في المقاطع اللي فاتت. ويا سونسون انا مش عارف لحد الان، انا مش عارف هل فعلا ارحب بفكرتك ولا لا، انك انت تساعدني ضد الهاكر او مش الهاكر بقى، رئيس العصابه اللي انا اصلا ما اعرفش. تمام، يعني تخيل كده سونسون هيساعدني ان هو يرجع حسابي، حسابي الاصلي وكمان سيرفري من رئيس العصابه. انا قلت لكم ان كل الحركات اللي بيعملها دي ما كانش هو، حركات المقابلات الزياده، حركات اللي هو يوديني في اماكن غريبه، حركات بصوا اللي هو زي كوبري ستانلي تمام اسكندريه،
انا مستغرب اوي حرفيا من الحركات اللي كان هو بيعملها، ولكن هو رئيس العصابة ذكي عشان عايز يخليني يعني اتخانق اكتر مع سونسون. هو مش عايز يبان، هو مش عايز يظهر حرفيا في اي حاجة، وعايز كل حاجة على سونسون، لان هو ده الشخصية المعروفة اللي هو صاحبي وكمان واخد الاونر شيب بتاع السيرفر بتاعي وخرجني من السيرفر. وعايز اقول لكم واعتذر لكل الناس اللي في سيرفر ديسكورد امبارح، تمام حصل مشكلة امبارح وانا سمعت عنها، وناس كتير قوي دخلت كلمتني في الديسكورد بتقول لي ادخل حوش وادخل دافع عن الناس. ادافع عنهم ازاي؟ قول لي ادافع عنهم ازاي؟ انا اصلا مش في السيرفر، معرفش اي حاجه جوه، ولا اعرف حتى سونسون عمل ايه فيهم، ولا ما بندهم، ولا انا مش فاهم حاجه، تمام؟ فشكرا بجد للناس اللي بتحل، يعني ناس بتقول لي ان احنا اتخانقنا مع سيرفر تاني، معرفش سيرفر يوتيوبر تاني او كده، انا معرفش اي حاجه عشان انا مش في السيرفر. لو انا في السيرفر حرفيا مش هيقدر اي حد يتكلم، ولو اي حد اتكلم كله عارف اي بي جيمنج بيعمل ايه لما بيكون في سيرفر ديسكورد. اي بي جيمنج بيحب يخش سيرفر ديسكورد ما حدش يفتح بقه، او لا ما اقصدش يعني كل الناس تتكلم عادي، ولكن اقصد ان محدش حرفيا يتخانق او يشتم. انا معرفش ايه اللي جاي، هل فعلا حسابي الاصلي اللي هو قدامكم دلوقتي هيرجع؟ انا بجد بجد كنت مستني اللحظه دي من زمان، وفعلا فعلا هيبقى اسعد يوم في حياتي ان انا ارجع العب بحسابي. وبجد مبسوط قوي ان احنا الحساب دخل على 50,000 فولو، انا مش مصدق نفسي الحساب بتاعي اصلا دخل على 50,000 فولو. يا جماعه انا مبسوط قوي ان بجد الحساب الاصلي هيرجع، حقيقه انا فعلا يعني في قمه انبساطي، مع ان حساب اي بي جيمنج بيتا، ايوه اي بي جيمنج اسف 707 بيتا، حرفيا الحساب دخل على 4000 فولو، عملنا فيه شغل جامد قوي، اشتريت فيه ماشيه جديده وعملنا فيه حاجات كتير وغريبه، تمام. قاعد بحاول، انا عايز يعني يبقى عندي بقى، انا افترضت خلاص بقى حساب الاصل ده مش هيرجع تاني، ولكن انصدم، وحرفيا انتوا اكيد اتصدمتوا معايا بالرساله دي من سونسون بيقول لي تعالى عشان عايزين نتكلم بالليل بخصوص ان احنا نرجع السيرفر بتاعك والحسابات كمان بتاعتك، يقصد طبعا الحسابات اللي هو اي بي جيمنج 707 وايفل ليفل تاتستات 5، معرفش واعتقد الحسابات بقى يقصد كده، وان هو عايز يحل الموضوع اللي ما بيننا. انا مش عارف، وقاعد بفكر كتير قوي هل فعلا اعمل كده ولا لا، ولكن حاسس ان مفيش فرصه يعني افضل من كده، تمام. وهل فعلا الكلام اللي هو بيقوله ده، يعني خلي بالكم، خلينا نفكر كده النتائج، لو انا دلوقتي فعلا صالحت سونسون او هو فعلا حقيقي كلامه ده صح، تمام، والادله على كلامه تمام، اللي هو يعني انا شايف ان هو كلوزد الحساب مش اسمه حتى ايفل، تمام، والصوره شالها، حاسس ان هو خلاص بقى ده، يعني انا حاسس ان هو فعلا اعتزل حقيقي، حاسس ان هو فعلا اعتزل. فانا بفكر في حاجه، وغالبا ان نتائج الموضوع ده لو انا فعلا دلوقتي بقيت مع سونسون او حليت المشكله دي، المفروض ان سونسون يكون معايا. انا مش عارف هقدر اطلب منه ده ازاي، ان هو اقول له تكون معايا عشان نحارب رئيس العصابه. انا لسه بفكر في الموضوع ده، معرفش رد فعل سونسون هيكون ايه الفتره اللي جايه، هل فعلا كلام سونسون اللي انتوا شايفينه في السكرين ده حقيقي اللي هو بعتهولي على الديسكورد؟ انا برضك مش واثق، مش هقدر اقول لكم ان الكلام ده حقيقي، هو مجرد عادي واحد بيكتب وخلاص، بيكتب لي وخلاص. فانا مش عارف، بس انا بالنسبه لي عايز افعال، انا زهقت من الكلام، انا عايز افعال فعلا، يديني الباسورد الجديد، تمام، اللي انا عايزه بقالي فتره، وانا عايز الحساب فعلا. انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل الايام اللي جايه، ممكن فعلا الحساب يرجع بكره، اه ممكن، انا ما اعرفش، ممكن الحساب يرجع بعد اسبوع، ممكن اصلا سونسون يحصل له حاجه وانا ما اعرفش اتواصل معاه تاني بسبب، ايوه بسبب العصابه او رئيس العصابه اللي انا ما اعرفش ولا واحد فيهم، ما اعرفش هل هم عاملين جروب ديسكورد كده مع بعضهم وقاعدين بيقعدوا يتكلموا، او جروب واتساب، او جروب تليجرام، او جروب ما اعرفش ايه، ما اعرفش اي حاجه عن المعلومات دي. ولكن هو يعني لو سونسون فعلا معايا، وانا يعني بجد بطلب منك يا سونسون في مقطع النهارده زي ما انت بتطلب مني اللي انت اللي انا رحب بالفكره دي وترجع سيرفري وحساباتي، بطلب منك انك تكون معايا عشان نقضي على الناس دي، عشان الناس دي اذتني، وزي ما اذتني هتاذي غيري، وممكن تاذي حد من الابطال يعرفني، وتاذي ناس تانية بتلعب لعبه روبلوكس، ودول ممكن بعد ما يخلصوا معايا يعملوا حاجه تانية، فانا لازم اقضي عليهم حرفيا ومش هسكت. بجد بجد روبلوكس دايما بيطلع فيها مشاكل وحكايات وروايات وحاجات جدا جدا كتير، المبات واسعة جدا حرفيا زي ما انتم شايفين، مبات كتيرة جدا، وفعلا فعلا افكار وخيال واسع الناس بتعملها. كل مابة من دول بيبقى فيها على الاقل 1000 شخص مثلا او 500 شخص، ويعني حرفيا بيلعب في ناس ممكن تكون داخلة على اساس ان هي داخلة تهكر الناس، تمام، داخلة تصدقك عشان مثلا يعني عايزة تعمل معاك حاجة او حاجة مش كويسة، اللي هو
تهكر حسابك او تاخد معلومات او بياناتك. انا بجد بجد عايز احذركم من اللي انتوا بتشوفوه حرفيا في لعبة روبلوكس، وعايزكم تركزوا. انا معرفش بصراحة يا سونسون هل فعلا حلقة بكرة او يعني انا مش عارف انت هتكلمني بالليل ولا لا. انا لحد دلوقتي معرفش مع هل بعد المقطع هيكلمني ولا ممكن ما يكلمنيش. كل حاجة هتعرفوها بكرة وهقول لكم، سواء كلمني او ما كلمنيش كل حاجة هتعرفوها. لو ما كلمنيش هطلع وما كلمنيش، لو كلمني هطلع وبالسكرينات وهوريكم حرفين الشات اللي حصل ما بيننا. بس كده، شكرا انكم بتعملوا لازم دايما، ويا رب يكون الكلام اللي هو بيقوله ده يعتبر حقيقي. انا بتمنى طبعا، انا معرفش هو حقيقي ولا لا، بس كان لازم اطلع في سكام النهارده عشان يعني المقطع مهم، المقطع فيه كلام كتير قوي ولازم اتكلم فيه. احبكم جدا يا ابطال، واشوفكم على خير. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه ديلو.